جاهز هلا. بدنا دعم اضافي لكل الوحدات، عنا تقارير عن وجود عنف. المتمرد غاب عن نظرنا، كل الوحدات انتشروا وفتشوا عليه. بتحبوا الرقص؟ دي ار ام سيطروا على اقسام الشرطه،
لازم تسترجعون كل الوحدات على هيدي الاحداثيات. كرر كل الوحدات على هيدي الاحداثيات. مشغولين بالعنف والغبا. والدعم بالطريق. تمام، راح ارفع العلم. بلش ننفذ إجراءات التفتيش الصحيحة. لاقوا الهدف في أسرع وقت. معكم الإيادي حول. ليه ما حدا عم برد؟ معكم العيادة. قبضنا عليه؟ شو يلي عم بيصير؟ حول. في تقارير عن أعمال عنيفة. كل الوحدات تخبطي. ريكو اروح على رصيف المينا بمنايا. أنا عندي عرض حلو لإلك أمين. مانيا تحررت يا رفاق. جماعة رافيلو أو مثل ما بيسمون الدي آر إم انكبوا برات المدينة. تعيش الثورة ويعيش الشجعان يا رفاق. ليكو دورات بدلة الطيران هيدي روعة. رح تحسن مهارتك بالطيران أكيلا.
كامشين واحد من السوار وحاطينه بالسيارة. اختفى ريكو وحرر الرفيق المقاتل. هذا يبلغ. شو الوضع عندكم؟ نحن فقدنا حول. أنت كنت منيح، بس أنا كنت أحسن. مش منيح للموتور. نجحت. أنا هون. شو بدك تفرجيني؟ قدامك دغري ريكو، واحد من أحسن جراجات ماريو. كل اللي شايفه مبنى أزرق على رصيف المينا. أنا بفرجيك، خود روح على هيدي الأحداثيات. جراجاتك دايماً على رصيف المينا؟ أوقات بيكونوا على رصيف المينا، أوقات بيكونوا حد مهبط السيارات، بس كلهم مثل بعض. تقدر تجيب أي سيارة على الجراج، حتى إذا بدك فيك تجيب مركب على مهبط الطيارات. كيف بدي أخذ مركب على مهبط الطيارات؟ شو بيعرفني ريكو؟ أنت اللي معك الشنجل العجيب، رح تعرف بنفسك. ما حسيت صحيح من أهل بلدي كتير. أنا حاسس بي. الخلاصة هي إنك بتقدر تجيب أي سيارة لأي جراج خاص فيه. بس المفروض إني حرر المدن بالأول. لحظة، أنت بدك ياني جيب لك هيدا الموتوسيكل؟ ليه؟ ما تخاف ريكو، ما حدا رح ينتبه إذا اختفيت. الخريطة اللي معك رح تفيدك كرمال توصلك على جراجاتي. يلا روح.